المتهجد بالليل أن يتنبر وأن يقع عند آية الرحمة يسأل، عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الأسماء الحسنى يسبح الله، فإذا مر بقوله مثلا إن الأبرار في نعيم شاء الله يكون منهم، وإذا مر بإن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون شاء الله يكون منهم، وإذا مر بقول إن رحمة الله قريب المحسنين شاء الله يكون منهم، وإذا مر بالوعيد كما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، وإن الفجار في جحيم تعوذ من ذلك، وإذا مر بأسماء الحسنى كالعزيز والحكيم والرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي إلى غير ذلك، سبح الله سبحانه بها سبحانه وتعالى، يكون عنده تدبر وتعقل في تهجده بالليل حتى يستفيد من هذه القراءة الفوائد العظيمة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام الليل فمر بآية تسبيح سبح أو نزه، وبآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ. يعني إذا مر بآية مثلا فيها ذكر النار قال أعوذ بالله من النار، إذا مر بآية فيها ذكر المعذبين أو المغضوب عليهم قال أعوذ بالله عز وجل من غضبه مثلا وعقابه، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة قال اللهم نسألك من فضلك، فيها ذكر الرحمن قال اللهم ارحمني، إذا مر بآية فيها ذكر أسماء الله عز وجل نزه الله قال سبحان الله. هكذا كان نفسه، وهذا للإمام والمأموم، الإمام والمأموم سواء، ولذلك يجوز للمأموم خلف الإمام أن يسبح إذا مر بآية تنزيه، وأن يسأل إذا مر بآية رحمة، وأن يستعيذ إذا مر بآية عذاب، والإمام والمأموم في هذا سواء، هذا في النافلة وليس في الفريضة.